في حلقة اليوم من برنامج من القاموس السياسي نسلط الضوء على مصطلح محور نتسريم، مفرق الشهداء، ممر يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى والجنوب، سمي على اسم مستوطنة كانت قائمة قبل عام 2005، وأطلق عليه مفرق الشهداء لكثرة الشهداء الذين ارتقوا فيه خلال الأيام الأولى من انتفاضة الأقصى. تعد منطقة نتسريم شبه خالية من السكان، فمعظمها أراضي زراعية وبها قليل من المؤسسات والمنشآت. لا يعتبر ممر نتسريم جديداً في قطاع غزة، بل كان ضمن خطة الأصابع الخمسة التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق في عام 1971 عندما كان قائداً للمنطقة الجنوبية، وكان الهدف منها تسهيل السيطرة الأمنية على قطاع غزة بتقسيمه إلى خمس كتل استيطانية. أنشئت مستوطنة نتسريم عام 1972 وأخليت يوم 15 من آب 2005 بأمر من شارون نفسه، وقد شهدت نهاية الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة بخروج آخر جندي إسرائيلي من بوابة كوسوفيم يوم 12 من أيلول لعام 2005. كان النشاط الاقتصادي لهذه المستوطنة يعتمد بشكل أساسي على الزراعة. استخدم هذا الممر لابتزاز الغزيين والتضييق عليهم، وسجل العديد من الأحداث الأليمة منها حالات إجهاض ووفاة مرضى نتيجة منعهم من الوصول للمستشفيات في الوقت المناسب رغم ركوبهم سيارات إسعاف، كما أن هذه السيارات كانت تتعرض للتفتيش والابتزاز، يتعمد الاحتلال منعها من العبور إلا بعد ساعات من احتجازها.